السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très très bien. هذا الفيديو إن شاء الله موجه للمستويات شوية متقدمة والمستويات المتوسطة. إذا فيديو مهم مهم ومهم جدا، خاصة الناس اللي غادي يدوزوا واحد الامتحانات أو هما تيتابعوا الدراسة ديالهم العليا أو دراسات في الدراسات الثانوية مثلا. أي حاجة أي كلمة غادي نقولها لكم في هذا الفيديو خاصة تتبعها مزيان، اللي باغي يكتب بطريقة مزيانة. إذا اول حاجه، اول مساله، ماشي لي كونيكتور لوجيك هو المهم. المهم هو انا اش كنقول، هما الافكار ديالي. دائما فاش كنعطيكم واحد التمرين، فاش كنعطيكم تمارين اكسبريسيون اكريت، يعني واحد البرودكسيون اكريت اللي تكتبها، انا كنشوف اولا الافكار ديالك فين هما والتنظيم ديال الافكار. صافي، اذا الطريقه كيفاش نظمت هذوك الافكار، عاد كنشوف الاخطاء ولا شنو. اذا هاد لي كونيكتور لوجيك هي غير وسيله من ضمن الوسائل اللي غادي تخدمها، هاد بارمي لي زوتي اللي غادي تخدمها باش تكتب لي واحد لو تيكست اللي هو مزيان. صافي، اذا اول حاجه قبل ما تبدا تكتب بطبيعه الحال شنو خصك تحترم؟ خصك تحترم لو سوجي. سمعوني عافاكم مزيان، رانا هذه خدمتي، هذه المهنه ديالي، سنوات هذه المهنه ديالي. اذا سمعوني مزيان، انا فاش كنصحح هادشي اللي غادي نشوف مثلا. اذا اولا واش احترمتي لو سوجي؟ شنو طالب منك انا في لو سوجي؟ طالب منك الوصف مثلا، طالب منك مثلا تحكي شي حاجه في الماضي، تحكي ان سنتيمون، تحكي شي حاجه. لي كونيكتور لوجيك ما عندهمش نفس الوظيفه في الديسكريبتيف، في لا ديسكريبتيف، في الوصف، وفادي وفادي وفادي. لي كونيكتور لوجيك كل مره فاش كتخدمهم، مفهوم؟ هما راه سموهم كونيكتور، يعني رابط لوجيك منطقي. صافي، منطقي، وهنا فيهم بزاف الانواع. اذا جوستومون انت دابا غنشوف انا نحكم عليك واش انت متحكم في هذوك الانواع، الا كان الوصف كيفاش دير تخدمهم، الا كان هذا، الا كان هذا. في الاغلبيه او ماجور، في لا ماجوريتي ديال لي كا، لي كونيكتور لوجيك كنخدمهم في لو تيكست ارغومونتاتيف. دون لو تيكست ارغومونتاتيف يعني لو تيكست اللي كيكون فيه لي زوبينيون، يعني الاراء، فيه الاراء والراي المضاد وهذا وهذا. غادي نديرو فيديو خاص ان شاء الله على هذا، ونعطيكم الطرق كيفاش دير تعطي زعما ان تيكست ارغومونتاتيف مزيان، مصوب مزيان. اذا قبل ما نعطيكم دابا واحد النوع، واحد حيت هما كثار بزاف نوع ديال لي كونيكتور لوجيك، نعطيكم بعدا الفكره كيفاش كيفاش غادي دير تخدمهم. اذا نعطيكم مثال مثلا ديال ان تيكست ارغومونتاتيف مثلا، غير حاجه بسيطه. الا بغيتي مثلا دير تعطي الراي ديالك على شي حاجه، ما خصكش انت تعطي الراي ديالك مباشره، خصك تعطي بعدا الاراء اللي كاينه، الاراء اللي كاينه ما بين الناس ولا في الصحافه ولا عند السياسيين ولا على حسب الموضوع. وعاد ديك الساعه من بعد كتعطي الراي ديالك انت بواحد الطريقه، بواحد الاسلوب، تنشوفوه ان شاء الله مره اخرى. اذا فاش انا غادي نبدا نعطي الاراء ديال الناس، الراي شنو هو؟ راي هو فكره. هذه الفكره حنا الخطا اللي كنديروا شنو، اسمعوا مزيان، اسمعوا شنو نقول. الخطا اللي كنديروا كنعطيو الفكره كجمله واحده وصافي وسالينا، وما كتلقى ما يتقال. هذا هو الخطا. اذا ما يمكنش نعطي فكره في جمله ونحبس، ما كايناش هذه. اذا شنو كندير؟ كننظم بعد الافكار، كتكون عندي واحد الخطه. هذا اللوجيك يعني منطقي، انت راك داير واحد الخطه، هي غادي تبدا من مثلا لي زارغومون، يعني الحجج القويه، وتمشي للحجج الواهيه الضعيفه، ولا العكس. غادي تبدي مثلا تبدا مثلا بالحجج الضعيفه وتبقى غادي وتكبر في الحجج القويه، توصل لواحد الحجه قويه. واش فهمتوني ولا ما فهمتونيش دابا كيفاش كنتسلسلوا في هادشي؟ وعاوتاني خصك ترتب، كدير الترتيب ديالي اولا، ثانيا، ثالثا. صافي، اذا هذا هو الاول، كيتسمى ان شيما، واحد الهيكل ديال داكشي اللي غتكتب. من بعد في كل فقره كندير الفكره، كندير الفكره مثلا اولا هي الفكره. صافي، اولا هي بروميرمون دابور عطا الله، ماشي مشكل هنا. اذا الا فهمتي الطريقه ديال الشيما، لو شيما يعني الطريقه كيفاش نكتب، هذيك الساعه غادي يجيوك انت بوحدك، غادي تعرف لي كونيكتور لوجيك كيفاش دير تخدمهم. لي كونيكتور لوجيك راه كاينين في الانترنت، كاينين موجودين بي دي اف، تصاور موجودين، كتب غير كونيكتور لوجيك في جوجل غادي يخرجوا لك. نقدر ندير لكم رابط دابا ديال لي كونيكتور لوجيك بكل بساطه، ولكن كيفاش دير تخدمهم. المهم على حسب المستويات الدراسيه، بعض المرات كيطلبوا منك الطبيعه ديال هذوك الكونيكتور لوجيك، يعني واش بريبوزيسيون، واش كونيكتور، واش كونجونكسيون دو كورديناسيون، واش شنو شنو هذا الكونيكتور لوجيك، شنو ادفيرب، فهمتي شنو هو. بعض المرات كيطلبوا منكم هادشي وبعض، ولكن الاهم هذا غير في المستويات اللي نقولوا حنا في الليسي ولا في شويه مبتدئه ولا في بروميير اني في لا فاكولتي في لونيفرسيتي ولا شي حاجه، كيطلبوا منك لا ناتور ديال هذاك، الطبيعه ديال هذاك الكونيكتور لوجيك. ولكن بصفه عامه المهم هو كيفاش تخدمهم، شنو هو الغرض من هذا الكونيكتور لوجيك، هذا هو المهم. اذا نمشيو دابا مع واحد النوع شويه من الانواع ديال لي كونيكتور لوجيك، غادي نكتبهم لكم دابا ونخدموا عليهم، وهادو غير امثله لان راه كاينين كثر. اذا هادو امثله ديال لي كونيكتور لوجيك، لي ليان لوجيك. الوغ
رتبتهم لكم على حسب لي زوبجيكتيف ديالهم، يعني الاهداف اللي زعما علاش كنخدموهم. مثلا كنخدموا على ود لي نيميراسيون ولا لا كلاسيفيكاسيون، لي نيميراسيون ولا لا كلاسيفيكاسيون. شنو هي انيميري؟ هي عطي واحد الارقام، يعني رتب على حسب الارقام، ولا كلاسي حتى هي كلاسي اولا ثانيا ثالثا ولا بحالها تقريبا بحالها. اذا هذه علاش بدينا بها؟ لان هي المهمه، هي اللي كتبدا بها، هي اللي كترتب بها لو ديسكور. مثلا غادي نهضروا على الهجره. الهجره قالوا لك مثلا واش متفق مع الهجره اهل لا، قول لنا الاراء اللي كاينين صافي. الوغ انت باش تبدا تعطي لي زارغومون ديالك غادي تقول اولا مثلا بروميرمون، نقدروا نقولوا مثلا دابور، دابور ولا اون بروميير ليو، اون بروميير ليو ولا بروميرمون، ها هي قلنا. من بعد تقول انسويت، بوي ابري شي، وفي الاخر تقول اونفان. اذا هادو فهمتي، هادو تديرو مثلا في لي باراغراف. الوغ كل باراغراف كدير في البدايه ديالو واحد الحاجه، كدير بروميرمون وكتبدا تشرح تعطي لي زارغومون ديالك، واحد خمسه الاسطر نقولوا حنا ولا سته. من بعد عاد كدوز للباراغراف الثاني، كدوز لدوزيامون. كاينين هادو بزاف الناس اللي ما كيعرفوهمش، مثلا بريمو سكوندو ياك دوزيو، تنقولوا يا سكوندو يا تيرسيو يا دوزيو، بحال الوغ دوزيو كتكتب حتى بزاد، كتقدروا تكتبوا باس ولا بزاد. الوغ سكوندو دوزيو تيرسيو حتى هما بحال اولا ثانيا ثالثا، ما كاين حتى اشكال. كيتخدموا هما لاتان باللاتينيه ولكن كيتخدموا. اذا هذا بالنسبه لا كلاسيفيكاسيون ولا لي نيميراسيون، يعني باش نرتب لي زارغومون ديالي. من بعد كنجيو مثلا لا جوستيفيكاسيون، راه كاينين بزاف، راه انا عطيتك امثله، راه كاينين كثار كثار كثار. لا جوستيفيكاسيون ولا ليكسبليكاسيون. الوغ دابا انا عطيت كيف ما قلت لكم قبيله، ما يمكنش تعطي غير ليدي الفكره وتسكت، اذا خصك تعطي الفكره وتكسبليكيها تشرحها. الوغ باش تشرحها كدير فقط كدير نقطه، مثلا نقولوا حنا بروميرمون اون سي بيان كو لا سيغاريت كونستيتو ولا ان غراف دونجي بور لا سانتي، كونستيتو ان غراف دونجي بور لا سانتي. بروميرمون ها هو ليدي الفكره بانها غراف دونجي سور لا سانتي، تري بيان بور لا سانتي بيان. نقطه ماشي نحبس. اشنو كندير؟ ها لو ليا لوجيك، يعني منطقيا شنو بغيتي انت دير؟ واش تعطي اكزومبل؟ الا بغيتي تقول اكزومبل تقول باغ اكزومبل، ها انت خدمتي باغ اكزومبل. الوغ باغ اكزومبل نقولوا حنا ان باكي د سيغاريت، ما عرفتش انا دابا ما حضرش لي امثله في راسي، ولكن كتعطي مثال على حسب الوضعيه وعلى حسب لو سوجي ديالك. الوغ باغ اكزومبل، او انت ما بغيتيش تعطي اكزومبل، بغيتي غير تكسبليكي، غير تشرح. الوغ تقول مثلا اون افي، اون افي بلاتي نشوفو اكسبليكي، ها هي اون افي، ها هي كاينه اون افي. ولا مثلا كونستيتي ان غراف دونجي بور لا سانتي كار، ها انت درتي كار. وننصحكم واحد النصيحه، ما ديرش جمل طوال، دير جمل بسيطه ودير نقطه، دير فراز باغ فراز باش ما تتلفش. دابا هادشي غادي نشوفوه ان شاء الله في فيديو خاص، دير فراز باغ فراز، جمله بجمله. كندير جمله وكندير نقطه، كندير جمله وكندير نقطه، واخا ندير لا ريبيتيسيون، واخا ندير لا ريبيتيسيون، سمعوني اش كنقول لكم، حتى تندير لا ريفيزيون. من بعد انا كتبت في البغيون كتبت هادشي، ولكن من بعد فاش ندير لا ريفيزيون كنحيد هذيك الساعه لي ريبيتيسيون، كنصوب دي فراز كومبلكس، ولا كندير دي برونون مثلا ايل ولا ال ولا لوي ولا شي حاجه بحال هكا، تفهمنا؟ اذا هذه طريقه باش انا عطيتك دابا طريقه باش تكتب بذكاء بلا ما دير لي فوت. اذا غادي نشرح هذيك ليدي، قلت ليها مثلا اون افي ولا باسكو، قلنا نعاود المثال نيت لا سيغاريت، هي سيجاره، لا سيغاريت كونستيتو تشكل ان غراف دونجي بور لا سانتي. بين قوسين رانا قلت لكم هاد لا فيديو بالنسبه للناس اللي شويه افونسي ولا اللي متوسطين. الوغ باسكو، لانها الوغ غراف دونجي بور لا سانتي، باسكو كونتيان بوكو دو غودرون اي دو نيكوتين مثلا. سيتادير الوغ مثلا نقدر نقول جمله مثلا لا كوفيد 19 ايت ان فيروس غرافمون كونتاجيو. شنو هي كونتاجيو؟ هي معدي، كونتاجيو سيتادير كيل بو سو بروباجي فاسيلمون باغمي اون بوبولاسيون مثلا. انا غير قلتها وصافي. الوغ سيتادير انا اكسبليكيت وما سكتش، ما عطيتش غير ليدي وسكت. هذا هو الممنوع، هو اللي كيطرى لكم كتبلوكاو. اذا علاش كتبلوكا فاش بغيت تكتب ولا كتهضر؟ لانك فراس كاينين غير لي زيدي، ما كاينش ديفلوبمون ديال ليدي. الا طلبت منكم دابا الا طلبت منكم، هاي الازمه ديال كوفيد هاي دايزه حنا عايشين فيها، الا طلبت منكم قول لي مثلا غير سته ديال الجمل كتفسر لي هاد كوفيد هذا، غادي تقول جوج ديال الجمل ثلاثه ديال الجمل، ولكن كتبلوكا وهذا انا عارف، انا عارف بان الناس كيتبلوكا. علاش؟ لان خصني نطور لي زيدي. وباش غادي تطور هاد لي زيدي؟ سمعوا مزيان، ما عندك شي حل اخر صح؟ لا ليكتور، القراءه، لا ليكتور، ما عندكش حل اخر. هادشي كامل ديال لي كونيكتور لوجيك صحابك انا قريتهم، انا كنعرف الفرنسي مزيان، انا عندي بلا انا استاذ في الفرنسي سنوات، ولكن انا عندي سي 2 في الفرنسي، عندي ان دبلوم سي 2.
ان ديبلوم دالف سي 2 الا قلبتوا عليه شنو هو ان ديبلوم دالف سي 2 يعني صافي هو لا ميتريز اون فرونسي زعما هو التوب لي كاين اون فرونسي صافي منين جاني هادشي ماشي من المدرسه راه ماشي من المدرسه وهي عطاتني اشارات عطاتني شي حاجه راه انا حيت انا بغيت واحد الحاجه وقلبت عليها وبحثت عليها واجتهدت وخدمت في الدار وسمعت الراديو ديما كنسمع راديو لشين القنوات بالفرونسي والقراءه القراءه القراءه كنقرا وما كنقراش انا القصص ولا شي انا ما بقيتش كنقرا القصص من شحال هادي كنقراهم كيعجبوني ولكن ما بقيتش كنقراهم وليت كنقرا لاكتواليتي كنقرا الاخبار لان زعما الاخبار كتستافد منهم وكان النصيحه اللي نعطيكم تقرا هي الاخبار واخا ما تفهمش غير قرا 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 تيقول لك شي وحدين ما تقراش الا انت ما كتفهمش الا ما فهمتيش على الاقل خصك تفهم 70% 60% متفق اه ولكن غير قرا اه غير قرا فاش تقرا راه مع الوقت الكلمات كيتعاودوا سورتو لاكتواليتي مثلا ها انت بلاتي غادي تشوف التلفزه خبر بالعربيه وغادي تعاود تشوفه بالفرنسيه ولا باللغه اللي انت بغيتي تعلم الشينويه ولا المهم باللغه اللي انت باغي تعلم ليها هذوك الكلمات اللي سمعتي بالعربيه وتنصحكم بالموقع ديال اورونيوز اورونيوز ما كنديرش الاشهار ولكن كاين موقع غادي تتعلم فيه مزيان كاع اللغات كاع اللغات هذاك الموقع واش عارفين بانه سبعه اللغات على الاقل فيه سبعه اللغات فيه التركيه والانجليزيه والالمانيه والبرتغاليه والفرنسيه كثار من سبعه اللغات غير تنهضروا صافي كثار فيه جميع اللغات بعدا اللي كاينين في اوروبا جميع اللغات زائد العربيه يعني نفس الخبر اللي هو كتسمعوا انت بالعربيه وباش مزيان اورونيوز كيتعاود الا شتيها في التلفزه كيتعاود كيتعاودوا لي ميم زانفورماسيون كيبقاو يتعاودوا يتعاودوا نهار كامل كيبقاو يتعاودوا اما في الانترنت باش زوين كتلقى الفيديو هذاك الشيء اللي كيقولوه في لا فيديو انت كتسمعوا انت يا ربي انت كتسمعوا كتقراه كاتبين كاتبينه كاين ان تيكست مكتوب الوغ انا قبل ما نسمع هذاك الفيديو نقرا لو تيكست ديالي وفاش نقراه على ديك الساعه غادي نسمع الوغ نسمع لاكتواليتي ونقرا لاكتواليتي باش نتعلم لي كونيكتور لوجيك سمعوني عافاكم راه كنعطيكم نصائح راه هذه هي العصاره ديال التجارب ديالي بكلشي بقرايتي انا بكلشي بالتجارب مع التلاميذ مع الطلبه اللي كنعرف كلشي هذه هي النتيجه خاصك تتبع لاكتواليتي دير لي زيكوتور قديمة تسمعهم عندك الطوموبيل عندك السياره ديالك طلق الاخبار طلق الاخبار دائما في الدوله اللي انت فيها طلق الاخبار بالفرنسيه وغادي تولف وغادي يولي عندك ان فوكابولير اللي هو غيش كبير في جميع المجالات تهضر معايا في الصحه تهضر في الفلك في السم بحال مثلا هاد الايام في التاريخ ديال هاد لا فيديو هادي طرات واحد المشكل فوق روسيا في السماء في ستراتوس بابو في ستراتوسفير ستراتوسفير واحد الطبقه كاينه في السماء طرا واحد المشكل سخنات هذيك الطبقه علاش هاد الفتره هادي اللي غادي نصوب فيها الفيديو كاين واحد البرد في اوروبا وكاين واحد البرد في المغرب حيت طرا هاد المشكل سخنات واحد البلاصه علاش انتشرت هاد القضيه اذا لاحظتوا بان المشكله ثقافيه ثقافيه اذا حتى الا قريت لي زاكتواليتي الاخبار غادي نولي ثقافيا نولي مزيان و الا كانت عندي الثقافه لو مينيموم ديال الثقافه ما غاديش نبقى نتبلوكا حنا علاش كنتبلوكا لان ثقافتنا للاسف محصوره صغيره صافي كنقول لا كوفيد صافي كوفيد جات جانا كوفيد عرفناه كورونا فيروس راه موجود من سنوات هذه من عشرات السنين وكاين الانواع ديال الكورونا فيروس المهم ماشي مشكل هذا غير بين قوسين ولكن راه مهم هادشي اللي كنقول اذا باش نعرف لي لوجيك خصني نقرا لاكتواليتي غادي تلقاها غادي تلقاهم هاد لي لوجيك وحاجه اخرى عاوتاني الا تبعتي لي ديبا يعني النقاشات هذا ضد وهذا مع وكتسمعوا كيفاش كيهضروا اون فرونسي بطبيعه الحال وكيخدموا هذا الشيء هذا كيخدموه صافي ولا نقراه نقرا ان ديبا نقراه الوغ مثلا لو بوت مثلا بغيت نكسبريمي لو بوت نعبر على لو بوت الوغ بور كو مثلا نخرجوا المثال ديال لا سيغاريت اللي عطيت قبيله الوغ لا سيغاريت بروميرمون لا سيغاريت اي تري نوسيف بور لا سونتي نوسيف عقلوا على هذه الكلمه نوسيف هي مدمره نقولوا حنا خطيره ماشي خطيره لا مدمره للصحه زعما نوصيف تضر زعما تضر بحال هكذا نوصيف بحال مثلا الاعشاب المضره كنقدروا نقولوا بلي زعما نوصيف الوغ نوصيف بور لا سونتي اش قلنا قبيله اون افي اكسبليكي جي اكسبليكي اون افي ال كونتيان تحتوي ال كونتيان بوكو دو 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 نيكوتين اي دو غودران مثلا اي بور كو Et pour que, pour que son effet soit atténué, son effet, yani le tir d'hier soit atténué, pour que soit dans le subjonctif. Et les mecs affichent rien les liens logiques. Alors, c'est un crabe, je ne voulais pas. Je ne voulais pas dire que je ne voulais pas. Pour que soit dans le subjonctif, je ne voulais pas. Ça fait, je suis dans le subjonctif. Ou à dire que je ne voulais pas dire que je ne voulais pas dire que je ne voulais pas dire. Quand je n'ai pas dit que je ne voulais pas كنولي نسمع صحيح راه قلت لكم في واحد الفيديو الا قلت لكم دابا بالعربيه باللغه العربيه
ذهبي الولد إلى المدرسة. دراتكم في قلبكم، ولا قلت لكم اون فرونسي، انا نقول لكم نقول لك جو سوم بارتون، جو سوم بارتي او ليكول، غادي تصحح ليا شنو ما كان المستوى ديالك. تصحح ليا لك انت من المغرب ولا من الجزائر ولا من تونس ولا من دولة فرانكوفوني، غادي تصحح ليا هذا الشيء اللي قلت دابا جو سوم بارتي او ليكول. غتصحح ليا واخا انت ما عندك مشاكل فرونسي، ولكن غتصحح. بوركوا؟ علاش؟ لانك ولفتي تسمع جو سوي بارتي على ليكول، جو سوي بارتي على ليكول، جو سوي بارتي على ليكول، ستسمع دائما، كتسمعها سميتك. الا قلت لك شنو سميتك، واش غلط في سميتك؟ ما تغلطش فيها لانك كتسمعها دائما. اذا قد ما سمعت، قد ما ولفت بحال هكذا، بور كيل سوا، بور كيل سوا، بور كيل سوا ميور، اي دو بيان ترافايي، بور كيل سوا لو ميور، اي دو بري. ها انا خدمت لو سوبجونكتيف تال من بعد عاد كنقرا كنقول اه علاش هاد سوا، علاش كيقولوا سوا سوا سوا، انا عارفها سوا وصافي. اه سوبجونكتيف، اي هذا شنو هو؟ اتر. اتر alors que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons. شي ماشي انني نصرف في المدرسه، علمونا نصرفوا الافعال فقط. الكتوبه كيعلموك تصرف وما كيعلموكش تتواصل، والدليل هو حنا، هو دابا حنا كنعرفوا بزاف القواعد ولكن ما كنعرفوش نتواصلوا. داكوغ؟ الوغ غير تبعوني ان شاء الله في هذه القناه، وان شاء الله انا راه خدمتي هي هذه المهنه ديالي الفرونسي ولا كومونيكاسيون، لا كومونيكاسيون بروفيسيونيل، لا بريز دو بارول، الهضره، الحشمه. انا غير بالي دابا بهذه لي فيديو هادو بساط، ولكن ان شاء الله راه غادي ندير دي فيديو سور لا كومونيكاسيون، فريمون لا كومونيكاسيون ديال بصح، ماشي حوار جالسين في المخبزه نهضروا ولا هذاك الشيء، ما كيتسماش كومونيكاسيون، هذاك الشيء كيتسمى اكت دو لونغاج، غير واحد الوضعيه في حياتنا. لا كومونيكاسيون ديال بصح دابا نشوفوها. الوغ ان شاء الله دابا غير البديه هذه، ولكن تبعوا معايا من الاول وحاولوا تلتزموا كيف ما انا كنلتزم، ما نضيعش لكم وقتكم. كيف ما نتوما خصكم تلتزموا تشوفوا لي فيديو بورقه وستيلو، تاخذوا لي رمارك الا باغي تعلم، حتى انا كنلتزم ما نضيعش لكم الوقت ديالكم ان شاء الله. الوغ قلنا لو بوت، فهمنا كيفاش. الوغ بدينا الفكره، فسرناها اون افي، اون افي ياك، ولا سيتادير، سيتادير مثلا على حسب. ومن بعد شنو قلنا؟ قلنا بور كو، دابا بور كو هذيك لا سيغاريت ما تكونش نوسيف بور لا سونتي، اون دوا مثلا مينيميزي سون ليتيليزاسيون، مينيميزي هي نقللو سون ليتيليزاسيون مثلا. من بعد مثلا انا غير كنختصر، من بعد مثلا كاينه لا كونسيكونس، يعني لي ليان لوجيك ديال لا كونسيكونس. شنو هي لا كونسيكونس؟ هي النتيجه، لو ريزولتا، النتيجه. الوغ انا هضرت وساليت وحللت وناقشت، وخصني نعطي اون كونسيكونس، عاوتاني نفس الشيء. اش كنقولوا في لا كونسيكونس؟ صافي اونفان il faut faire ça 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 صافي نقطه. لا لا ماشي هكذا. الوغ في لا كونسيكونس النتيجه نديرو مثلا دونك، يعني بحال تقول لوجيك، يعني مشيت بواحد لا لوجيك. هنا فاش قلت لكم في الاول خصني واحد الخطه، خصني واحد الترتيب في مخي في دماغي، انا عارف واحد الخطه اللي غادي نمشي بها. الوغ كاينه هذه وكاينه هذه وكاينه هذه، انسي غادي نقدروا نديروا هذه، مفهوم؟ اذا نقدروا نديروا هذه، دونك غادي يطرى هذا المشكل. الى مثلا من هنا ولا حاربنا مثلا شي حاجه وغادي تسبب لنا في هذه القضيه، وغادي يطرى هذه القضيه، دونك غادي يطرى واحد القضيه اخرى. شتي؟ الوغ بحال هادو، بحال كلهم دونك اون كونسيكونس. الوغ واش فهمتوني؟ كنتمنى انكم تكونوا فهمتوني، ولكن هاد لا فيديو هادي غير ما غير واحد الاخ في الفيسبوك طلبني باش ندير ليه هاد ليالوجيك، وعطيتكم هاد ليالوجيك، ولكن ان شاء الله غادي ندير لكم واحد لا فيديو ديال كيفاش تكتب ان تيكست ارغومونطاتيف، كيفاش تكتبو بواحد الطريقه اللي هي مبدعه وطريقه اللي هي احترافيه اون فرونسي. ما غاديش ما يمكنش نعطيكم كتبها، فهمتي؟ غادي نعطيك غير الكادر، لو كادر، حيت لي سوجي متعددين والمواضيع المتعدده، هذا هو الدور ديالك انت، يعني ان الثقافه ديالك خصك تنميها فاش تمشي لان اكزامان. كيفاش دير تدوز هذاك الاكزامان؟ الا حطوا لك ان سوجي على الكوفيد، ولا حطوا لك ان سوجي على شي حاجه وانت ما عندكش الفوكابيلير ديالها، صافي. هذا غادي يكون الموضوع ديال هذه المساله هذه بالضبط، غادي يكون الموضوع ديال واحد الفيديو دابا لاحق ان شاء الله، غادي نهضروا على كيفاش ندوز الامتحانات ديال تي سي اف ولا ديال الدارف ولا ديال الديف، يعني امتحان ولا تي فاك ديال كندا ديال كيبيك، كيفاش ندوزوهم ونجحوا فيهم ان شاء الله. اذا كنشكركم على التتبع ديالكم، انا راه فرون يعني صريح، جو سوي ديريكت، مازال دابا هنا عن بعد يعني في لي فيديو ما كنبانش بحال هكذاك، ولكن مع الناس اون كونتاكت نيشان انا شويه صريح، وكنمشي نيشان وكنبوسكولي الواحد. شنو كنبوسكولي؟ هي كنزعزع، كنخضو. اذا معليش الا في الفيديو ديالي كانوا شويه الكلمات شويه قاصحين، ماشي مشكل، المهم الغرض هو التعلم، وانا بغيت تتعلم، بغيت ان هاد العقده وهاد الخوف وهادشي خصو يتحيد، لان هادشي غير في الراس، ماشي حقيقي، هادشي غير حتى الواحد كيحلم به. علاش كنكون شويه ديريكت وكنشوف شويه فرون،
كسر من القياس واحد شويه، كنعتذر جو ميكسكيوز الى شي واحد تقلق قلقاتو قلقوا الاسلوب ديالي. كنعتذر. جيسبر كو فوزافي ابري كيلكو شوز، بارطاجيو لا فيديو عافاكم، نشروها. القناه التعليميه خص التعليم، خص المعلومه، خص الدور، خص كلشي يتعلمها ان شاء الله. شكرا لكم، جيسبر فو تروفي دون اون نوفيل فيديو ان شاء الله.